Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start with the third video, first and fourth. Exercise number 18. Translate the following passages into Arabic and the lines provided. या आपने translation करनी है इसकी Arabic में जो लाइनें दी हुई English में. My friend Mazin speaks Bengali. Very well and is now learning Urdu at school. My friend Mazin speaks Bengali very well. تتكلم صديقي البنغالية بطلاقة تتكلم صديقي البنغالية بطلاقة جدا وهو تتعلم اللغة الأردية الآن في المدرسة وهو تتعلم اللغة الأردية الآن في المدرسة تتكلم صديقي البنغالية بطلاقة جدا وهو تتعلم اللغة الأردية الآن في المدرسة The next one is His mother understands some words in English. She doesn't speak English very well. أمه تفهم بعض الكلمات. أمه تفهم بعض الكلمات من اللغة الإنجليزية. وهي لا تتكلم الإنجليزية جدا. وهي لا تتكلم الإنجليزية جدا. I also know Bengali and speak it at home and my mom and dad. I also know Bengali and speak it at home with my mom and dad. My mom speaks English fluently and the level of my dad's English is very good too. أنا عايز أعرف اللغة البنغالية. أنا عايز أعرف اللغة البنغالية وأتكلم بها في البيت مع أمي وأبي. أمي تتكلم الإنجليزية بطلاقة ومستوى أبي الإنجليزية جيدا جدا أيضا. أنا أيضا أعرف اللغة البنغالية وأتكلم بها في البيت مع أمي وأبي. أمي تتكلم الإنجليزية بطلاقة ومستوى أبي الإنجليزية جيدا جدا أيضا. I am studying French at school and my level of French is not bad. أدرس اللغة الفرنسية في المدرسة ومستوايا لا بأس به في اللغة الفرنسية. أدرس اللغة الفرنسية في المدرسة ومستوايا لا بأس به في اللغة الفرنسية. So that is the end of this exercise. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.